برحب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من صحافة الغد اللي احنا بنتناول فيها أهم الموضوعات اللي بتشغل رأي العام بالنسبة للشارع المصري. ودائما نبدأ مع حضراتكم أهم العناوين من جريدة الشروق. نطالع: السبت الأقصر تستقبل أولى رحلات الطيران من إسبانيا بعد توقف 13 شهرا. اليوم السابع: نص مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث بعد موافقة تشريعية النواب. ومن الأهرام نطالع: وزيرة الهجرة تتلقى عددا من صناع المحتوى الرقمي المؤثرين بالخارج. ونبدأ مع حضراتكم الآن بالشروق. السبت الأقصر بتستقبل أولى رحلات الطيران من إسبانيا بعد توقف 13 شهر. تستقبل مدينة الأقصر الملقبة بصيبة بداية من السبت أولى رحلة طيران شارتر من إسبانيا بعد توقف دام 13 شهرا بسبب جائحة كورونا، والتي يعني فرضت العديد من القيود على حركة السفر والسياحة عالمية كما نعلم. وبدأت الوفود السياحية تتدفق على الأقصر، حيث استقبلت المدينة مؤخرا أولى رحلات التشارتر الوافدة من دول جنوب شرق آسيا بمرور بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك بمعدل رحلتين أسبوعيا إلى الأقصر. ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة تيسير دول عديدة لرحلتها إلى الأقصر وأسوان. من جانبه قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحية الثقافية إن السبت سيشهد تسيير أول رحلة أسبوعية من إسبانيا إلى مدينة الأقصر، وتستمر حتى نهاية إبريل للمرة الأولى منذ فبراير 2020، موضحا أن الرحلات ستتوقف خلال شهري مايو ويونيو وتعاود لاستئناف اعتبارا من يونيو من يوليو المقبل. احنا هنضع مزيد. الحقيقة الخبر ده مبشر طبعا بالخير لكل المصريين العاملين في قطاع السياحة. نحن نعلم جيدا أن من أهم الموارد الاقتصادية بالنسبة لمصر السياحة، عشان طبعا بتدر العملة الصعبة. احنا معانا على الهاتف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية. أنا برحب بسيادتك يا فندم في صحافة الغد. وزي ما قلت السياحة دي من أهم الركائز اللي يعني يرتكز عليها الاقتصاد المصري، والحقيقة جائحة كورونا يعني طبعا زي ما احنا شايفين 13 شهر دول كثيرة أغلقت أبوابها، ولكن تعود مرة أخرى الحياة مع بادرة أمل جديدة بالنسبة للشارتر اللي هينزل في الأقصر. اتفضل يا فندم من إسبانيا طبعا. الحقيقه خلينا ارحب اتشرف بحضرتك في هذا اللقاء. وخلينا اقول حاجه مهمه جدا، ان صناعه السياحه في مصر كانت في يوم من الايام بتعمل دخل تشارك في الدخل القومي لمصر بنسب قد تصل احيانا الى 18%. خلينا نقول ان في حوالي من 14 ل 18 مليار دولار هو نصيب الدوله وليست نصيب كل الصناعه، لان لو استقطعنا نصيب القطاع الخاص هيبقى اطلع من كده اكتر من كده. فده خلانا دايما عندنا امل في عوده السياحه. سنه 2019 كانت سنه رائعه الجمال بالنسبه لصناعه السياحه، لمسنا فيها حدود ال 11 مليون سائح، وده رقم كويس جدا. لكن الدوله المصريه وتعاملها الذكي، خلينا قبل ما اقول لحضرتك على السياحه الاسبانيه لازم تتوجه بالشكر لتعامل مصر والدوله المصريه بذكاء شديد جدا مع جائحه كورونا، عن طريق قاعدة بيانات صحيحة، عن طريق الإجابة على كل الأسئلة التي ترد إلينا من الخارج. خلينا أقول لحضرتك إن مصر تعاملت بذكاء رائع جدا، فإنها لم توقف الاكتشافات الأثرية الرائعة اللي موجودة العالم كله. بالفعل أول أبريل هنحتفل بالنقل الموميات الملكية في حاجة جميلة جدا. العالم كله ينتظر بشغف
كمان المتحف المصري الكبير اللي دخل موسوعة جينيس قبل أن يفتح، كل ده خلنا نقول إن إحنا أول دولة استقبلت سياحة أسبانية. والسياحة الأسبانية أهميتها بالنسبة لنا أنها سياحة صيفية، يعني عندما تبدأ لا تتوقف. يعني إحنا متوقعين إن شاء الله إنه الأعداد حتزيد. طبعا الأقصر بتتزين لاستقبال هذا الزخم للسياحة الأسبانية، اعتقد ان الاعداد هتبقى مهمه جدا. السياحه الاسبانيه بتشارك بنسبه حاليا بتصل الى حوالي حاجه 40% من تدفق، 42% بالضبط في تدفق السياحه للاقصر. عندنا المراكب جاهزه لاستقبال هذا العدد. الدوله عملت نوع من التطعيم الرائع عن طريق البي سي ار في المطار لمجرد نزول السائح اول ما بينزل، بسبب ثمن رخيص جدا جدا لا يتعدى 30 يورو، ده اقل كتير من اوروبا. عندنا استعداد بمجموعة مقابر أثرية رائعة جاهزة للاستخدام للمشاهدة. أعتقد أن الأقصر بتتزين لمثل هذا، وده هيبقى انطلاقة للفترة اللي جاية. الحقيقة هو بداية ضوء في النفق المظلم اللي أصاب القطاع السياحي في الفترة السابقة. دعنا نتحدث عن الإجراءات الاحترازية بالنسبة للسائح القادم إلى الأقصر. تفضل. الدولة عملت بي سي آر في المطار، وبمجرد ما بيوصل السائح بيوصل بياخد بيجي على طيارة سواء على الأقصر أو شرم أو الغردقة، بيتعمل له بي سي آر فوري في المطار بسعر زهيد جدا لا يتعدى 30 يورو، ده أقل بكتير قوي من كل أسعار الاتحاد اللي بتصل إلى 120 و130 يورو في الخارج. وزارة السياحة والآثار كانت حريصة جدا على إن مثلا الإشغال لا تزيد عن 50% برقابة دقيقة جدا، المراكب بتبقى 50% بمعنى كابينة عليها فيها سياحة وكابينة فاضية. حتى الجلوس في المطاعم بدل ما كان بيبقى كل الناس بتاكل مرة واحدة بقى العشاء مرتين والغدا مرتين. الأوتوبيسات بتطبق فيها إجراءات احترازية رائعة بنسبة لا يزيد عدد المجموعة في الأوتوبيس الواحد عن 15 ل 18 واحد. كل هذه الإجراءات الرائعة حافظت على سمعة مصر. لو أنا عايز أقول لحضرتك إن التليجراف من حوالي أسبوعين كتبت إن المقصد السياحي الأفضل سيكون قريبا في العالم هو مصر، لما يجي أمين المجلس الأعلى للسياحة في العالم الغردقة ويقول مصر آمنة أو وتعاملت مع الجائحة بذكاء. طبعا دي إشادة عظيمة ولابد أن نستثمرها لتنشيط السياحة طبعا يا فندم. واحنا بنعمل ده الحقيقة لجنة تسوية السياحة الثقافية بالتعاون مع الدولة بتنسق دايما قاعدة بيانات صحيحة جدا، بنستعرض دايما كم الاكتشافات. عايز اقول لحضرتك ان ما يتم في معبد الكرنك الان لم يتم من 70 سنة. احنا بننتهي في الاقصر من طريق الكباش الذي يربط ما بين معابد الكرنك ومعبد الاقصر. كل الحاجات اللي بنبعثها لشركائنا في العملية السياحية مع خلينا اقول وبكل ثقة مع بنية تحتية رائعة، مجموعة الطرق اللي قامت بها الدولة خلال الأربع سنين اللي فاتت ليس لها مثيل. أنا بقول إن كل هذه الأدوات هتضع مصر إن شاء الله سياحيا في مكانها قريب جدا جدا. مساحة الأمن والأمان اللي بتتحرك بها السياحة في مصر الآن بتخلينا نقول إن الدولة استطاعت أن تجمع مفاصل العملية السياحية مرة أخرى، وفي انتظار اكتشافات جديده تبهر العالم، ودي ان شاء الله هتبقى دايما قبله السياحه في الفتره اللي جايه بغزاره ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم كل الخير للسياحه المصريه في المرحله المقبله. استاذ محمد عثمان رئيس لجنه تسويق السياحه الثقافيه، شكرا جزيلا لحضرتك. معانا خبر آخر من اليوم السابع، الحقيقة هو متصل اتصال مباشر بالثقافات والعادات والتقاليد البالية الحقيقة والقديمة اللي المفروض ما يبقى لهاش مكان بيننا، وإحنا بنتكلم عن التحول الرقمي في مصر وبنتكلم عن المشاريع العملاقة فيما يخص الاي تي أو التكنولوجيا والاتصالات. نص مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث بعد موافقة تشريعات النواب. وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث بعقوبات تصل للسجن المشدد،
ويهدف مشروع القانون لمواجهة الظاهرة في خلال الناس، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقاومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور. يستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لعام 37 لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. احنا للمزيد من التفاصيل معانا دكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة. يعني الحقيقة احنا بنتكلم طبعا على التشريع الجديد وتغليظ العقوبة حتى السجن المشدد. المشكلة يا فندم ان العادات والتقاليد لما بتدخل مثلا في كيان الأسرة، يعني طبعا يعني فبيبقى في مشكلة في تنفيذ الأحكام. حضرتك شايفة ايه؟ اولا مساء الخير على حضرتك، وطبعا احنا سعداء الحقيقة بصدور مشروع قانون يقلص عقوبة ختان الإناث، لأن زي ما حضرتك ذكرت. ممكن تعلي صوتك شوية حضرتك، أنا مش سامعاكي، معلش. اتفضل. بقول حضرتك إحنا سعداء بإصدار مشروع قانون يقلص عقوبة ختان الإناث باعتبارها جريمة شنعاء تمر بها بعض الفتيات وبعض النساء في مصر وفي بعض الدول العربية وفي الدول الشقيقة، والحقيقة إنها عادة سيئة وعادة سلبية جت مستحدثة على يعني طبائعنا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا، صحيح بقالها سنوات طويلة، ولكن أنا أقصد مستحدثة ليس بالعهد الحديث حاليا، ولكن إحنا منذ عهد الفراعنة إحنا ما كانش عندنا هذه العادات والتقاليد، فهي عادات يعني انتقلت إلى حضارتنا وإلى ثقافتنا. هي عادة إفريقية حضرتك، يعني هي عادة إفريقية. نعم بالضبط. إذن وبالتالي للأسف إن إحنا بنعاني دلوقتي جراء هذه العادة في عدد كبير جدا من البنات اللي بيتم ختانهم، وبالتالي تغليظ العقوبة هو أحد السبل لمواجهة هذه الظاهرة. ولكن زي ما حضرتك تفضلتي إن طبعا العادات والتقاليد والموروثات الخاطئة اللي متجذرة في عقول بعض يعني الأسر، طبعا هذه بتكون حائل أمام الانتهاء من هذه العادة أو هذه الجريمة. يعني خلينا نقول لأنها مش بس عادة، هي جريمة الحقيقة بترتكب في حق انتهاك جسد أنثى وانتهاك كرامتها وانتهاك يعني عمرها كله الحقيقة، لأنها يعني بتعرضها لمشاكل جسدية ومشاكل صحية، وأيضا ممكن أن ده بيسبب إنهاء العلاقة الزوجية ومشكلات ممكن تأثر على طبعا غير الوفاة والعاهة المستديمة وما إلى ذلك، ولكن أيضا كمان ممكن تسبب العقم. فأسباب عديدة جدا تسبب هذه العادة أو هذه الجريمة، وبالتالي طبعا إحنا في حاجة لقانون رادع. كان تم استصدار قانون من قبل لتغليظ عقوبة ختان الإناث، ودلوقتي إحنا أمام هذا التغليظ مرة أخرى لتشديد العقوبة حتى تكون رادعة. نعم. دكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى الأهرام، وزيرة الهجرة تلتقي عدد من صناع المحتوى الرقمي المؤثرين بالخارج. عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماعا مع عدد من صناع المحتوى الرقمي المصريين داخل وخارج مصر على وسائل التواصل الاجتماعي لبحث التعاون المشترك وتضافر الجهود لإبراز الثقافة المصرية والترويج لصورة مصر الصحيحة خارجيا من خلال ما يقدمون من محتوى هام على وسائل التواصل الاجتماعي. من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن إعجابها بما أدى هؤلاء الشباب من قدرة على التأثير في شريحة كبيرة من الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مشيدة بالمحتوى المتنوع الذي يقدموه حيث يتسم بما يتركه من أثر مجتمعي ونفسي جيد، مشيرة أيضا إلى أن الجيل الجديد أصبح أكثر وعيا بصناعة المحتوى، وعلينا أن نولي اهتمام
أكبر بهذه الفئة لما استطاعوا تحقيقه من تأثير في الجمهور. الحقيقة يعني السيدة السفيرة نبيلة مكرم في عملها احنا بنلاقيها الحقيقة بجانب طبعا النشاط اللي هي الكبير اللي بتقوم به، وانها ولكنها زي ما بنقول هي عملها غير تقليدي، يعني هي بتبقى خارج الصندوق، يعني احنا بنشوف انها بتقوم باعمال كثيرة جدا بالنسبة طبعا للمغتربين في الخارج، ولكنها كلها اشياء ليست تقليدية خارج الصندوق. فتحية لسيادة السفيرة نبيلة مكرم على هذه المجهودات العظيمة. طيب احنا نتجه لجريدة الوفد. المركزي يعلن تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية بالبنوك. أصدر البنك المركزي بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات. يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر. قال البنك المركزي إن المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة يمكنهم فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاط اقتصادي في حالة عدم توفر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم نشاط أو الورش المملوكة لهم. أوضح أيضا أن هذه المبادرة خطوة غير مسبوقة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين خاصة البسطاء منهم لدى التعامل مع البنوك، حيث شملت الإرشادات أنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثال الوظيفة أو العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة المانع. الحقيقة تبسيط هذا الإجراء بيسهل على المواطنين أشياء كثيرة. نحن الحقيقة بنهتم اهتمام بالغ بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفي طبعا يعني تقدم ملحوظ في ذلك، فلابد من التبسيط على المواطن المصري. هنتجه لجريدة الجمهورية. جايكا والبنك الدولي يزور منشآت الرعاية الصحية ببورسعيد لنقل خبراتهم ودعم المنظومة إلكترونيا. زار وفد رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا البنك الدولي فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد وبعض المنشآت الصحية التابعة لهذا لاستطلاع مؤشرات العمل الحالية بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال الدعم الفني للمنظومة بالمنشآت الطبية بالمحافظة. وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم في بيان لها إن زيارة الوفد الياباني والبنك الدولي التي استغرقت يومين شملت جولات تفقدية بعدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار تحسين جودة الخدمات الطبية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يعكس تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري. خلال الزيارة أشاد الوفد بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مؤكدين تميز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الذي من شأنه خلق مظلة تأمينية صحية للمواطنين المصريين وفقا لأعلى الممارسات الطبية. الحقيقة يعني دي من أهم الملفات بالفعل، ملف الصحة. ملف الصحة ده من أهم الملفات اللي طبعا بتدرج على أجندة القيادة السياسية والحكومة. طبعا هتاخد وقتها وهتاخد خطوات كثيرة، لأن طبعا بالنسبة حتى يعني احنا شفنا حتى على سبيل المثال في جائحة كورونا كيف تصرفت وزارة الصحة وكيف تصرفت الدولة، كان الحقيقة شيء مشرف للغاية. واحنا ابتدينا ببورسعيد ولكنه سينتقل لباقي المحافظات بإذن الله. فالحقيقة ده موضوع غاية في الأهمية، ونتمنى انه يكون يعني في وتيره اسرع من ذلك. طيب
احنا هنتجه لجريدة اليوم السابع، التحول الرقمي يصل الجوازات وخدمات لحظية للمواطنين. امتدت يد التطوير في وزارة الداخلية لتشمل الجوازات في ظل التحول الرقمي، حيث تم تطوير كافة الفروع على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات حضرية تليق بالمواطنين. وحرصت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة الإدارة بالمحافظات المختلفة لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية. استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من المواطنين من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. أكدت أيضا الداخلية على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة. تحية خاصة طبعا لوزارة الداخلية الحقيقة لما تقدمه من تيسيرات للمواطنين في زي ما ذكرنا بالنسبة للتحول الرقمي وسرعة الأداء بالنسبة لخدمة المواطنين. وطبعا ده الملف ده طبعا متعلق بحقوق الإنسان وكيف تتعامل الداخلية مع المواطنين. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام صحافة الغد، إلى فريق عمل بكرة غدا جديد، وإلى اللقاء.